الفكرة إن شاء الله النية راح أصير عصر برتقال كل يوم بس لتقوية المناعة، نعمل توعية. أوكي يا جماعة، أصحي ما عندي سكينة، حاول أقطع البرتقالي بالمقص، بعرفش بعرف. أوه زبط والله، البرتقالي نفسه مش فاهم إيش عم بصير. أوكي يا جماعة، أوكي بليز بليز، هذا الإشي لا تكرروه في البيت، هذا عمل احترافي جدا ولازم يكون مدرب. اوكي نقص البرتقال. فالفكره كالاتي، نحط البرتقال زي كده، المفروض الله ظابط ظابط، صار كثير صوت، حاسس حالي انسان هيك مفيد في المجتمع. ايه كثير بطيء، طلع بس 3 قطرات من كل البرتقال بس هيك مش حيزبط.